بارك الله. رغم دعم أردوغان لحكومة الوفاق إلا أن تحرك أنقرة في ليبيا له أهداف اقتصادية أكبر. فبعد إطاحة حكم القذافي عام 2011 تضاعفت عقود تركيا في ليبيا لتزيد قيمتها عن 18 مليار دولار وفقاً لجمعية المقاولين الأتراك. وحسب وكالة The Associated Press تعمل تركيا على مضاعفة مساعيها للتدخل في مشاريع البناء والطاقة الليبية. كما أن الاجتماعات التي عقدت بين أردوغان والسراج تثبت إصرار أنقرة على البحث عن فرص عمل لإعادة بناء الدولة الأفريقية الغنية بالنفط والتي مزقتها الحرب. بالنسبة لتركيا فإن الرغبة السياسية في ليبيا تتشابك بشكل وثيق مع تطلعاتها للسيطرة على مساحات واسعة في البحر الأبيض المتوسط بما تحويه طبقتها من الغاز الطبيعي. ومع تدهور الليرة التركية وارتفاع مستوى البطالة إثر سوء تعامل الحكومة مع الوباء، قد تكون ليبيا الرافعة الاقتصادية الوحيدة لدولة أردوغان المعزولة.